كابتن حسام حسن امبارح في تصريحاته بعد اللقاء اللي الناس وقت كانت قبل الماتش كانت فاكره ان اللقاء ده سهل وفي المتناول، لكن هو اكد الكلام ان هي المباراه كانت صعبه واحنا اللي سهلناها في البدايه. يعني انت فعلا في الشوط الاول كنت تحس ان المباراه سهله وفي المتناول، وان انت قدرت في وقت قصير جدا في بدايه اللقاء تريزيجيه يسجل الهدفين، وبصراحه هدفين ولا اروع من تريزيجيه. واللعيبه بصراحه امبارح بذلت مجهود كبير ونفذوا التعليمات. من ضمن كلام كابتن حسام حسن امبارح في المؤتمر ان الناس بتشوف بعد الشوط الاول ان المباراه كانت سهله، وان البعض بيعتقد ان بوركينا فاسو ده منتخب او فريق سهل، ولكن هو قال ان هو منتخب كبير ومنتخب طبعا لازم نحترمه ولازم كنا نعمل له حساب، وتمكن من استعاده نفسه مره اخرى، وده فعلا اللي احنا شفناه في الشوط الثاني. تحس ان انت في الشوط الثاني خلاص خدت اريحيه كمنتخب مصر، خدنا الاريحيه، قدرنا ان احنا ناخد او نسجل الهدفين كنا عايزين نحافظ عليهم قدر الامكان، ولكن ده ما يمنعش انت كنت تقدر تسجل ثاني. ولكن منتخب بوركينا فاسو قدر فعلا ان هو يقف على رجليه ثاني في الشوط الثاني، بدليل ان انت ما عرفتش تسجل وهم قدروا ان هم يخطفوا هدف او يسجلوا هدف. وقال ان الاجهاد شيء طبيعي في الوقت الحالي، احنا بنتكلم في درجة حرارة مرتفعة وكمان في نهاية في نهاية الموسم. شدد كابتن حسام على نقطة مهمة جدا جدا في مشوار التصفيات، ان احنا عندنا 10 ماتشات، العشر ماتشات دول بيساووا 30 نقطة، مفيش ولا مباراة سهلة، منتخبنا عمل المطلوب في 3 مباريات وباقي 7 لقاءات بنسعى فيهم للفوز. وحاول ان هو وقال ان هو حاول يمنح نجمنا محمد صلاح حرية الحركة، وده اللي احنا شفناه امبارح، ويديله مساحة للهجوم بدلا من الزامه بأدوار دفاعية، لان دوره الهجومي لا غنى عنه. طيب وقال كمان ان صلاح لاعب بيتعمل له الف حساب، واحنا شفنا طبعا الاسيست اللي عمله صلاح امبارح لتريزيجيه وكان السبب في الهدف الاول. كابتن حسام حسن بعد الفوز الغالي امبارح وحصد الثلاث نقاط اهدى الفوز طبعا للجماهير المصريه، كلام مهم جدا، كلام واعي من مدرب عارف هو بيعمل ايه كويس جدا، بيوضح لك مين هو كابتن حسام حسن، بيوضح لك العقلية اللي بتدير المنتخب الوطني والعقلية الفنية اللي بتدير منتخبنا الوطني. كابتن حسام مقتنع كمان ان مشوار التصفيات هو مشوار طويل، بالبلدي كده يا جماعة لا لسه بدري. صحيح الماتش امبارح كان في الشوط الاول يعني ادانا ايحاء انك انت تقدر تتغلب على بوركينا فاسو بسهوله جدا، ولكن لازم تعمل حسابك للمنتخبات حتى لو انت تاريخك اكبر، لا انت لازم تعمل حسابك لكل منتخب، لازم تحترم كل خصم، ودي السياسه اللي انا شايفها ان كابتن حسام حسن ماشي بيها. ادينا شوطين، يمكن في الشوط الاول كنا احسن كتير، ولكن في النهايه مهم انك انت تعرف انت عايز ايه من كل ماتش او كل مباراه وتقدر تحققه.